نروح مشاهدينا الكرام بقى لمجموعه الاخبار اللي موجوده معانا النهارده. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بقيادات البنك المركزي ووزير الماليه. بالتاكيد ان اول ما بنلاقي اجتماع مع قيادات البنك المركزي ووزير الماليه كلنا بيلفت انتباهنا. طب ايه الجديد؟ ايه اللي حصل؟ استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بالعالم اليوم معانا. مساء الخير يا استاذ كمال. مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ دعاء. عايزين نعرف التفاصيل. الحقيقه يعني هو فعلا الرئيس يعقد اجتماعات مكثفه سواء مع طبعا رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. بالامس كان اجتماع واليوم اجتماع. ده الحقيقه بياتي في اطار المتابعه المكثفه والدقيقه والمستمره للرئيس للشؤون والوضع الاقتصادي. طبعا خاصه بعد القرارات الجريئه الحقيقه اللي اتخذتها مصر بتحرير سعر الصرف ورفع الوقود لتخفيف الضغط عن الموازنه العامه في اطار اجراءات الاصلاح الاقتصادي. الحقيقه اليوم الرئيس تابع وكمان في اطار وصول الدفعه الاولى من قرض صندوق النقد الدولي. يعني طبعا ما هو يعني القرض الصندوق جاء بناء على يعني ان الصندوق راى ان مصر تسير بشكل صحيح في اطار اجراءات الاصلاح الاقتصادي. نعم. الحقيقه يعني زي ما اكد الرئيس اليوم هذه الاجراءات تاخرت كثيرا، لكن يعني هي كانت ضروره ان نتخذها ل يعني اصلاح الوضع الاقتصادي المصري، يعني الاعداد الاقتصادي المصري للانطلاق خلال المرحله المقبله. الرئيس النهارده في الاجتماع اللي حضره رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الماليه ونوابه اشاد واعرب ايضا عن تقديره للجهود اللي بذلها مسؤول البنك المركزي ووزاره الماليه في اطار تنفيذ القرارات الاقتصاديه، واشاد بما تحلى به مسؤولي المؤسستين خلال الفتره الماضيه ان هم عملوا بروح الفريق وكان في تنسيق الحقيقه، وده اللي يمكن جعل يعني هذه القرارات يعني سهله على فكره، كان قرار صعب جدا اتخاذها، لكن الحقيقه هذا التنسيق وهذا الاعداد الجيد جعل هذه القرارات تمر باقل قدر من الاثار السلبيه. طبعا بالتاكيد طبعا في يعني حدث ارتفاع اسعار، لكن كانت الحكومه جاهزه ببرامج الحمايه الاجتماعيه المحدود الدخل. الرئيس ايضا ناقش يعني طبعا كان ايضا الى جانب هذه القرارات موضوع رفع شهادات او رفع الفائده على الشهادات الادخاريه. الحقيقه كانت اجراءات متكامله الحقيقه يعني، ويعني الرئيس اليوم اشاد بالجهد واشاد بهذا التنسيق بين كافه مؤسسات الدوله، ويمكن عشان دعا او طلب ان شباب البنك المركزي ووزاره الماليه يشاركوا في المؤتمر الوطني القادم للشباب عشان يشرحوا منظومه العمل القائمه على التكامل والتنسيق بين السياسات النقديه والماليه، ويوضحوا حجم الجهد اللي بيبذل في هذا الاطار وحجم الجهد اللي بيبذل في اطار اجراءات الاصلاح الاقتصادي. الحقيقه الاجتماع ايضا تناول متابعه تنفيذ برنامج الطرح اللي هيتم ان شاء الله لاخر المشاركات التابعه للدوله للاكتتاب العام في البورصه. وايضا الرئيس وجه النهارده ان يتم بحث قيام الدوله بتنفيذ مشروعات مشتركه مع القطاع الخاص لخفض الاستيراد، بحيث يتم يعني تنفيذ مشروعات في مجال القطاعات الحيويه اللي احنا يعني بنستوردها، بحيث يعني هذه المشروعات تخفف الضغط على الاستيراد ويكون في انتاج محلي لهذه او من خلال هذه المشروعات. ايضا الرئيس وجه بسرعه تفعيل برنامج الطرح اللي هيتم ان شاء الله للشركات الحكوميه في البورصه، طبعا هذا الطرح هيساعد في تدفق رؤوس الاموال في البورصه ونشط البورصه، وفي نفس الوقت طبعا يعني بيكون محفز للاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الجديده. الحقيقه يعني الرئيس بيناقش او بيوجه بمتابعه هذه الاجراءات الاصلاح ومتابعه تاثيراتها، ويعني كما يؤكد دائما في الاجتماعات ان يكون في حرص دائما على مسدده محدود الدخل حتى لا يعني او لتخفيف اي اثار لعمليه الاصلاح اللي بتتم حاليا. نعم استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك.